صباح الورد. صباح الورد. اليوم الاثنين، اليوم العاشر، صح ولا يا ابو جواد؟ نعم، اخر يوم لنا هنا. الله الله، يعني القهوه والفطور، ولازم الساعه 10 نسلم الشقه ونمشي. يعني الحوسه هذه كلها لازم نرتبها ونضبطها ونسلم الشقه زي ما استلمناها. صباح الورد يا شباب. صباح النور. صباح النور. هلا هلا والله ابو جواد. البيت حاج التمر هذا وشو؟ خلاص هذا خلاص جلوش. جلوش ما شاء الله عليك، خلاص الخرج. جرب التمر مع الطحينه. بكت ثلاث انواع، الهيكي والهوكو والهاكا. هاكا هاكا انتم قلتوا لنا حول كيلو. ايه بلحظة بسيط. لا نزيل السطر ذا جاده من المغسلة نفسها. وشو؟ لا بس غسلت زين. جزء ثلاث مئة. يلا يا شباب. سمو سمو. عاد تكتيك الشنط عند ابو مالك. ما العافيه. عافيك. مخمق عليها. كل مره لها شكل. وهذه الشقه كما كانت. اوكي. ما شاء الله عليهم. كان سيدم. قاعدين نشعل الاماكن السياحيه للمكان اللي بنروح له. صراحة العائلة السلوفينية كانت عائلة طيبة جدا جدا، ويحبون السوالف، يعني لدرجة انه اي واحد منا يطلع يجلس على الكرسي اللي بيننا وبينهم يطلعون على طول عشان يسولفون معه. الكوخ اللي اخذناه عند العائلة السلوفينية 3600 ريال لخمسة ايام. الكوخ فيه عيب انه ما فيه الا دورة مياه واحدة، الله يعزكم. الصوت فيه يعني ما فيه عوازل صوت، يعني اللي تحت يسمع صوت اللي فوق زي الحلاوة. وقفنا في سوبر ماركت. اي كعب الغزال يا ولد. وين؟ ايش؟ عطنا كعب الغزال. افرس يا وحش. يا ساتر. انا اليوم بالياهل. كاس شاي. اليوم بسكوت اليوم. في وسط هالغابة. كيف ما؟ زي الكتكات. ها؟ نفس الكتكات بس بنفس. اليوم. اليوم. شاي يا عيال شاي. أيها الدب، أيها الدببة، إذا أردتم الحياة فابتعدوا، فنحن نقص الأرقاب. الحمد لله وصلنا السكن واستلمنا المفتاح، ندخل نشوف. بسم الله. رقم الشقة اليوم 1006. ايوه هاي دورة مياه. سلام يا صالة. دورة مياه ثانية. هنا الغرفة. هنا غرفة ثانية. عدي. هنا المطبخ. امشوا بالحمار. اوه الفيو. والله. هذا الفيو. تعال شوي. ايوه هذا المطبخ، لكن صراحة اللي يلفت الانتباه الشنطة الدبلوماسية هذه. وش اللي فيها؟ سكاكين ومقص. الحين تنزيل الشنط. المكان هذا وش اسمه مشعل؟ اسمه ريبينيتسا. ريبينيتسا نابو هوريو. نا نابهوريو. بهوريو هذه قريبة من حد النمساوي. النمساوي أقرب مدينة كبيرة قريبة لها ومشهورة اسمها ماريبور. ماريبور يعني ماريبور وش هي؟ نمساوية ولا لا؟ لا سلوفيني. سلوفيني. المنطقة الجبلية من ما أنت شايف. ها
ونطلع لك ايه؟ نطلع لها طبيعة مقا... يعني زي طبيعة النمسا صح؟ زي طبيعة النمسا نقيقة مرة فان شاء الله تكون اجواء جميلة الايام المقبلة. الله اكبر. الله سلام. الله سلام. الله. بعد الصلاة نروح السوبر ماركت وناخذ مؤونة 3 ايام. دور. أو ما شاء الله تبارك الرحمن، بس هذه معونة 3 أيام 7 أشخاص. اليوم ما جاب الدفتر البرتقالي، كان بيعلمك. حسن مسلم. حسن مسلم. حسبي الله لا إله إلا الله. حسبي الله عليك. هذا كان صباح. إنا لله وإنا راجعون. الحساب معونة 3 أيام طلع 107 يورو. شلون السعر كويس صراحة. انا السلطه يا ما العافيه يا متعب حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي. اليوم الغداء يعني كبسه مختلفه شوي عن الايام اللي راحت، مع قطعتين او شريحتين سلمون يعني نشوحها في الصاج هذا. يلا سمو سمو يا شباب بالعافية بالعافية. ما شاء الله يا ابو عبد الملك. وش الخطة؟ هذه صار عمرك مشروب تنظيف السبت اللي هو ليمون زنجبيل. ليمون زنجبيل نطبخه بقشره. نطبخه بقشره مويه بس بس بس. هذا مشروب ابو عبد الملك. تدري وش هو؟ زنجبيل تنظيف السبت. تنظيف ايش؟ الكبد. زنجبيل وليمون بس ومويه وتعطيها غليه بسيطه. وطيب عقب الاكل ولا اي وقت؟ اي وقت دام. اي وقت. دكتور غالبا عقب الاكل. والله الدكتور ذا مو بقشر. بيالك شاي وفيلم في نتفليكس.